مساء الخير ومرحبا بكم في أحوال الطقس. كان طقس اليوم مغيما بأغلب الجهات، يليه ضباب محلي ليلا بالمناطق الشرقية للشمال والوسط. الريح من القطاع الجنوبي قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر كان شديد الاضطراب. أما درجات الحرارة لهذا اليوم كانت بالعاصمة 22 درجة، 23 درجة بسوسة، 22 درجة بسليانة، 23 درجة بقبلي و22 درجة بتطاوين. التوقعات الجوية اليوم الأربعاء: طقس مغيم فكثيف السحب ليلا مع أمطار متفرقة بالشمال والمناطق الغربية. الريح من القطاع الجنوبي قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية داخل البلاد. البحر يكون شديد الاضطراب. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا، طقس مغيم متواصل على مدار الأسبوع بأغلب مناطق شمال القارة الإفريقية ومشمس نسبياً بمصر وسواحل البحر الأحمر. درجة الحرارة تكون 30 درجة بالقاهرة، 25 درجة ببنغازي، 29 درجة بطرابلس، 20 درجة بالجزائر و24 درجة بالدار البيضاء. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية، أجواء دافئة، حرارة مستقرة مع سحب عابرة بكافة البلدان، كثيفة أقصى شمال شبه الجزيرة العربية وممطرة بالقدس وبيروت. درجة الحرارة تكون 35 درجة بالرياض، 33 درجة بالمنامة، 34 درجة ببغداد و23 درجة ببيروت. مروراً إلى أوروبا، تشتد حدة برودة الطقس بكافة أنحاء القارة. أمطار بكميات كبيرة نتيجة لسحب رعدية متمركزة بالمناطق الوسطى والجنوبية مع ثلوج متفاوتة بروسيا والدنمارك. درجة الحرارة ستكون 5 درجات ببراغ، 4 درجات بفارسوفيا، 6 درجات بكييف و11 درجة بأنقرة. وصولاً إلى شمال أمريكا، أجواء مشمسة إلى مغيمة شمال القارة مع أمطار غزيرة بنيويورك. درجة الحرارة تسجل 19 درجة بواشنطن، 12 درجة بموريال و22 درجة بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية للأيام الثلاثة القادمة بتونس: سحب كثيفة بأغلب الجهات مع بعض الأمطار بالشمال والمناطق الساحلية. الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطربا فقليل الاضطراب. أما درجة الحرارة: الأربعاء بين 16 درجة و25 درجة، الخميس بين 14 درجة و22 درجة، ويوم الجمعة بين 14 درجة و22 درجة أيضا. غدا الأربعاء 23 من نوفمبر يكون الشروق على الساعة 7:05 والغروب في 5:06. صورة الشروق أرسلها لنا مؤمن مرساني من شط الجريد، أما صورة الغروب فتصلنا من قليبيا لشيمة بالشيخ. أوقات الصلاة اليوم الغد تكون كالتالي: الصبح في 5:35، الظهر منتصف النهار و13 دقيقة، العصر في 2:46، المغرب في 5:08، أما العشاء ففي 6:37. ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام التاسعة. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.